أهلا بيكو، أنا ساندرين وده أسايس. مبسوطين جدا إن انتوا هتبقوا معانا في أسايس في أول حلقة لينا. في البرنامج ده هنكون بنعمل حاجات كتير قوي بإيدينا، هنكون بنلون وبنقصقص وبنرسم وبنعمل حاجات كتير قوي هتحبوها وهننبسط مع بعض. كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة الأعياد، ويلا بينا نبتدي أول حاجة مع بعض. أول حاجة هنعملها هنكون بنعمل المغارة بتاعتنا للسنة دي، شكلها حلو وسهلة وبسيطة. تعالوا نشوف محتاجين نكون بنجيب ايه. محتاجين نكون بنجيب العصيان الخشب، ودي بنلاقيها في الصيدلية، ومحتاجين مقص، ومحتاجين ألوان، ممكن ألوان مية، ممكن ألوان فلوماستر، وممكن ألوان خشب وألوان شمع وأي ألوان نفسكوا فيه. ومحتاجين يبقى عندنا خيط صغير عشان نعلق المغارة بتاعتنا، سلك ملون وده بنلاقيه في المكتبة بأي لون انتوا عايزينه. ونبتدي نعمل أول حاجة في المغارة، هنعملها على شكل بيت. هنحتاج نعمل العمود بتاع البيت، نشوف نفسنا البيت يبقى طوله قد ايه. انا عايزاه يبقى لحد هنا، فهعلم وهقص. ياريت يكون حد معانا في القص علشان ساعات العصيان بتبقى ناشفة شوية وبتحتاج حد يساعد. عملت العمود الناحية دي، وهعمل الناحية التانية، هقيس على قده بالظبط عشان عايزين المغارة قد بعض، مش حتة طويلة وحتة قصيرة. كده عملنا العمودين بتوع المغارة قد بعض، وبعد كده هنستخدم عصاية كمان عشان نعمل الأرض بتاعت المغارة. هنحتاج نلزق بمسدس الشمع، بس لازم يكون معانا حد كبير. بعدين نعمل الأرضية اللي يسوع والعذراء ويوسف النجار هيكونوا قاعدين عليها. عارفين مين أول حد يعمل فكرة المغارة في العالم كله؟ قديس فرانسيس كان أول حد يفكر في الفكرة دي، عملها في إيطاليا، وما عملهاش بس بالتماثيل، ده قرر إنه هيعمل بني آدمين حقيقيين، وجاب طفل صغير يبقى يسوع، وجاب واحدة عشان تبقى العذراء، وواحد عشان يوسف النجار. ومن ساعتها وإحنا كلنا كل سنة بنعمل مغارة. بعدين هنبتدي نعمل يوسف النجار، هيكون طويل شوية، نحطه من جوه ونعلم زي ما عملنا العمود، ونقص. هيتبقى لنا واحدة أقصر هنعملها للعذراء، وواحدة صغيرة عشان يسوع وهو صغير وبيبي. قبل ما هنلزقهم هنعمل لهم الألوان بتاعتهم. ده يوسف، وبعدين العذراء، دايما بحب ان العذراء تكون لابسه ازرق او لبني او زي ما انتوا عايزين اللون اللي انتوا حاسينه. بلون حواليه وبسيب حته عشان تبقى الوش اللي هعمل فيها البق والعينين والمناخير. اول لما اخلص هنجيب السلك الملون، انا هخلي يسوع لابس لبني ومتدفي كويس عشان الجو كان برد لما يسوع اتولد اهو، ونعمل وشه جميل، عينيه الصغيرة وبقه اللي بيضحك. من هنا هنعمل يوسف وهو مبسوط، ومريم وهي مبسوطة جدا. وبعدين نلزق، بنيجي من تحت خالص عند يوسف، ندوس هنا جامد قوي عشان نثبت يوسف. وبعدين العذراء هتبقى واقفة الناحية التانية، كل واحد واقف في ناحية عشان يخلوا بالهم من يسوع الصغير. وآزي مريم، يبقى فاضل لنا يسوع الصغير، حطه في النص عشان يبقى متدفي كده اهو. وعلشان نعلق المغارة هنجيب الخيط اللي احنا قلنا عليه في الاول، اي خيط احنا عايزينه، وهنربطه في اول المغارة. كده هنعلق المغارة بتاعتنا. كل سنة وانتوا طيبين، نشوفكم الحلقات اللي جاية. باي باي.